نرجع تاني لفعاليات مهرجان العالم عالمين واللي بيقام من أول شهر يوليو، بدأ تحديدا من يومين وهيستمر لحد نهاية شهر 8، وفي الكثير والكثير من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية. خلونا نتابع هذا التقرير ونعود مع حضراتكم مرة تانية. من واقع حضوري ومعايشتي للنسخة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة، أقدر أقول إن المهرجان في النسخة الثانية ما ينفعش طبعاً من غير حضور فرق التنورة والفنون الشعبية اللي بيقدروا إن هم يخلقوا حالة من الانبساط والاستمتاع وكمان التفاعل ما بين الجمهور وما بين الفرق. والحقيقة الفعاليات دي انطلقت خلاص في النسخة الثانية لمهرجان العالمين الجديدة، ودلوقتي بقى هنسيبكم تعيشوا حالة من الانبساط والفرحة مع فرق التنورة والفنون الشعبية. السنة الثانية على التوالي بنشارك في مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة، والحمد لله زي ما انت شايف حضرتك دلوقتي الاستقبال والجمهور متفاعل معانا جدا، والحمد لله ان شاء الله. وبصراحة يعني ده مهرجان يليق بمصر بصراحة، على أرض مصرية بمدينة جديدة. احنا بنقدم كذا فقرة، عندنا تنورة صوفية بنقدمها، وعندنا تحميلة، التحميلة دي بنقدم فيها الصلوهات للفرقة. لقينا أنسب حاجة إن احنا نقدمها للناس وللي موجودين عشان يقدر نبسط الناس هي التنورة الاستعراضية، والحمد لله قدرنا نبسطهم يعني. مدينة جميلة وكل مدى بتكبر وبنشوف حاجات أكتر وأكتر يعني. مبسوط بالمهرجان العالمين جدا، اليوم جميل جدا، وأكتر حاجة اتبسطت بيها التنورة واتفاعلت معاها وكانت حلوة. أنا مستمتع جدا أنا وعيلتي، وحاجة جميلة جدا، وأنا كل سنة موجود في المهرجان على طول. بأمانة كل حاجة جميلة من المدينة كلها وترفيه وحاجة جميلة جدا. حاجة مبهجة جدا. انا كنت لسه بقول لمصطفى احنا عايزين نروح يا مصطفى، لازم نروح العالم طبعا. لازم نروح.